عودة الفلبينيات إلى القهاوي بالفروانية. مختلط قاعدين إخواننا الصعايدة على شوية الوافدين على كويتيين في البنيات قاعدين يشيشون. تم الاتفاق الدرس الخصوصي. شوفوا التقرير. هذه في البنية سجاير وشيشة. هذه شهادة شابو فروانية قطعة 4. وأكثر من 10 بنات مخالفين إقامات 20 وهذه ما في من حاشات. واجد بنات بالليل بالنهار. أي هذه كافيه إقامات 20 وما في ما في إقامة بعد. هذا دور منو؟ التجارة البلدية للمراقبة. قهاوي كباين عرضناها تمارس فيها الدروس الخصوصية، واليوم حرية لكن راغبوهم ومعظمهم خدامات من حاشين من كفلاهم وقاعدين بالقهاوي. ربح يجب إصلاح المجتمع حتى لا تنتشر المخدرات. التقرير بعده